وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كلمة يسأل عن مجموعة من الأحاديث عنون لها بعنوان أحاديث الاستمتاع الجنسي. أقول لكم بالنسبة لهذه الأحاديث منتشرة في مواقع التواصل، وهي من منتشرة من أكثر من 3 أو 4 سنوات، يعني بالضبط من 2013، من 1433، وهي أحاديث باطلة موضوعة ولا تجد لها أثرا إلا في كتب الرافضة وفي مواقعهم. من جملتها قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له 10 حسنات ومحاه 10 سيئات، فإن قبلها كتب الله له 100 حسنة ومحاه 100 سيئة، فإن ألم بها يعني جمعها كتب الله 1000 حسنة ومحاه 1000 سيئة وحضرتهم الملائكة. باطل الموضوع لا أصل له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته اكتنفه ملكان وكان كالشهر سيفه في سبيل الله، فإذا فر منها تحاتت عنه الذنوب كما تتحات ورق الشجر أوان السقوط، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب. باطل لا أصل له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر العبد إلى وجه زوجته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقط ذنوبهما من خلال أصابعهما، فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من أعنان السماء، وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات. كذب باطل لا أصل لها. فلذلك أيها الكرام الفضلاء، احذروا مواقع الرافضة واحذروا هذه الأحاديث الباطلة التي تنتشر في مواقعهم وفي كتبهم وليس لها أصل. وكلها حررها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع ضعيف الجامع، وأيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيرجع لهذا السفر المبارك، وينبغي ألا تخلو منه مكتبة مسلم لما فيه من الفوائد. رحم الله أهل السنة والجماعة ودواوين العلم، وجزاهم الله خير ما يجزي به عبدا عن أمته وشيخا عن تلاميذه وطلابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، فدعوانا الحمد لله رب العالمين.